أخي لاحظ، شوف عين يا حبيب قلبي، يعني أثناء المعارك اللي حصلت بطويسه ما بين عصائب الحق وما بين الكتائب، هناك اتهامات متبادله صارت على مستوى الإعلام، حيث أن الكتائب اتهمت الفصائل، اتهمت العصائب لأنها متفقة مع السوداني على هذه الضربة، وأنها سربت الأسرار إلى جهات أجنبية. يوجد مصالح، شوف أخي العزيز، هذه تحكمها مصالح اقتصادية وصفقاتية ومصالح جغرافية. فهذا الكلام يعني كلام معسول، هذا الكلام المعسول ما ينطبق بالجانب السياسي. ثم هم إذا كان الفصائل المسلحة، إذا كان كل هدفها واحد هو إخراج المحتل واستخدام القوة مع المحتل، لماذا هذه الانقسامات؟ لماذا هذه التشظيات؟ أبو عمار، أنت لاحظت الأسماء؟ يعني شوف الأسماء اللي يختاروها. نعم، يعني كتائب الإمام علي، عصائب أهل الحق، أخوة زينب، أولياء، أسماء مهمة، يعني وبعدين يتعاركون بيناتهم. يعني هذا الواقع مر، ولذلك لأنه نحن نتخوف، لأنه إذا خرجوا التحالف ويصير المساحة بيد هذه الفصائل، هي تستثر بهذه الفصائل. وأكبر دليل على ذلك لأنه الفصائل لم تتورع من ضرب الأمريكان من داخل بغداد، يعني ولم تتورع بردود الفعل التي يمكن أن تحصل وتقتل الناس وتقتل أطفال وتقتل عجائز وتقتل كبار السن. لذلك الحقيقة أكو تشظي وأكو تنافس، بل أكو تناحر ما بين هذه أسماء متعددة، عناوين متعددة، قيادات أكبر دليل على ذلك هناك شخصيات، مثلا هاي الشخصية ملكة الجادرية، وديش الشخصية ملكة البصرة، وهاي الشخصية ملكة كذا. لذلك في الحقيقة نحن نتكلم بالواقع، يعني هذا طبعا لا يعني إلى أنه بالأكراد ما موجود هيك شيء، ولا يعني أنه بالسنة ما موجود، لكن غاية ما هناك الظروف ما قاعد تسمح لظهور وبروز الصراعات. وإلا شنو الخلاف ما بين الحلبوسي وغيره؟ الحلبوسي وغيره هم حرامية السنة تحركوا بيناتهم.